أعز بأرضنا كرد حقير وخنزير تزأب مستهينا يدوس القدس وأسفا جهارا ونحن الصامتين الساكتين. وثم المسجد الأقصى ينادي ويصرخ في جموع المسلمين، ولكن لا ترى إلا نؤوما تغافل عن نداء الصارخين، ولا تلقى سوى لاه ضحوك كأن القوم من شكر عمونا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له أفتنا في بيت المقدس، فقال أرض المنشر والمحشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سوى. وقيل له أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال فليهد إليه زيتا يسرج فيه فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله ثلاثا، أعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون له الثالثة، فسأله حكما يصادف حكمه فأعطاه الله إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود، من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة، شك عبد الله أيتهما قال. وقال صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وقال صلى الله عليه وسلم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. وقال صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه حتى يقول الحجر والشجر هذا يهودي يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.